تاريخ وأمان. أسماء تتويجات ومواقف في هذا اليوم الدراسي الذي جمع ثنائية الرياضة الجزائرية والإعلام المحلي، والمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة والذكرى 57 لتأسيس اللجنة الأولمبية الجزائرية. نظن أن الصحفيين تاعنا هما اللي لازم يرافقوا الرياضيين ويعطوهم يعني يقولوا لهم طريق يعني حتى يعرفوا يعني كيفاش يتماشوا مع وسائل الإعلام. هذا ما نطلبوه من إخواننا الصحفيين والصحفيات. محاور ثلاث، أولها البدايات وتاريخ الحركة الأولمبية والرياضة الجزائرية. المشاركة الأولى هي معجزة. الوقت اللي رفع الأعلام الجزائري في القارة الأولمبية يحس روحه باللي دخل ثاني بصفة مباشرة لعلم آخر. الشيء اللي قدمته للرياضة العالمية اللي مكنتني باش نبقى 21 سنة ولا واحد محسوب بعد المرة الأولى اللي كنا اثنين مترشحين سي ليكسيبسيون نو زافون جي في كات ماندا سوليسيتي جي با. ثانيها شهادة الأبطال والمتوجين. واقفين معنا ويحفزونا ويلحقوا المعلومة الصحيحة للمتتبعين الرياضة. هذا الشيء كان يحفزنا وكان يمدنا دفع ثاني باش حنا نكونوا في الواجهة ونكونوا نمثلوا الجزائر أحسن تمثيل. أما ثالثها فقد كان إسهامات وتجارب الإعلاميين وقصصهم مع حكايات التتويج. نحن هنا من أجلهم وهم ايضا من اجلنا ومن اجل الجمهور لتبعهم. لما تكون الانتصارات تكون انتصارات الاعلام الجزائري، نحن نعلق على الرياضيين، نحن نتابع الرياضيين، نحن نريد ان نعطي الصوره المثلى للجمهور الجزائري. الختام كان وقفه تكريميه للاسماء الاعلاميه التي قدمت الكثير للرياضه الجزائريه.